دي كانت اللقطة الأولى اللي عايز أتكلم عنها في هذا اللقاء. اللقطة الثانية لقطة الكابتن خالد ديبو وهو مجمع اللعيبة بعد اللقاء وواقف معاهم بيديهم نصايح. النهاردة الكابتن خالد ديبو عامل شغل رائع لازم نشيد بيه. النهاردة لما نرجع للقطة الملعب، لو سمحت يا دكتور ارجع لي لشكل ملعب المباراة. تخيلوا النهاردة إن شكل الملعب ده ملعب ناشئين في مدينة نصر. النهاردة لما بنيجي نتفرج على الدوري الممتاز، الدوري الممتاز ده أعلى مسابقة موجودة في مصر، الدوري الممتاز ما بتشوفش ملاعب بالحلاوة دي وبالشياكة دي. شفنا النجيلة عاملة إزاي والأرضية عاملة إزاي والاستعداد عامل إزاي، ملعب فوق الممتاز. فالنهاردة ده لازم نشيد بكل المسؤولين داخل القطاع، كل العاملين كابتن خالد بيبو وأيضا عمال الملعب، علشان النهاردة تطلع ناشئ كويس لازم النهاردة يبقى كل حاجة عندك كويسة داخل القطاع. ودي الميزانيه الكبيره اللي عملها لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب علشان قطاع الناشئين السنه دي. ده كان هدف الفوز. ده برضو مخرجنا دكرور بياكد على الكلام وشكل الملعب، شكل الاعلانات بره الرعاه بتوع النادي الاهلي وكمان ارضيه الملعب، فده يعني شيء فوق الممتاز داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي.